شو ما شيء اتقالنا لقلنا؟ الله خلقنا على صورته ومثاله، وخلقنا حتى نتمتع بالحياة ونعيش ملء السعادة. في صعوبات بالحياة، لكن مشيئة الرب إنه نتخطى الصعوبات ونعيش الفرح والانتصار رغم كل شيء. الله محبة وبيريد لقلنا الأفضل، بيريد إنه نتمتع بالحياة ونفرح بكل شيء عم نعمله. ما لازم نشك بمشيئة الله، ولو صار معنا شيء مش حلو، كل شيء بيتغير بالحياة إلا مشيئة الله، هي صالحة ومرضية. ما في الله يكون يوم صالح ويوم مش صالح، ما في يكون يوم منيح ويوم مش منيح، هو ثابت. نحن بنتغير والظروف بتتغير والناس بتتغير، لكن هو ثابت ومشيئته هي صالحة وثابته.